واحد القانون جديد دابا محطوط كيتناقش، اللي هو ديال الناس اللي غتكون محكومة بعامين وثلاث سنين تقدر تخلص على راسها وغتخرج، وكذلك الأطفال ديال 15 عام وما تحت إذا كان والديهم عندهم فلوس يقدروا حتى هما يخلصوا عليهم ويخرجوا، ما غيدوزوا حتى نهار ديال الحبس. يعني دابا الوطن الحبيب ولا الناس اللي لاباس عليها، عندك الفلوس غتقدر تعيش ودير اللي بغيتي ودير جريمة وتخلص على الجريمة ديالك، ما كاينش الإشكال. وإلا كنتي فقير انت اللي غيدار لك الحبس، انت اللي غدار لك القهرة، انت اللي غيدار لك كل حاجة خايبة. كتقولوا علاش كتهضر على المغرب؟ راه ما كاينش شي حاجة كتفرح، ما كاينش شي حاجة بغيتي شي نهار نفيق ونلقى شي خبر زوين، أولا نلقى شي مسؤول دار شي حاجة زوينة ونقول له شابو برافو عليك، هذه الخدمة اللي درتي راها في المستوى أكثر من المستوى، ولكن راه ما كاينش شي حاجة كتفرح. لا إله إلا الله، الله يخليك. حتى من السجن ولا خاص غير بالفقراء وماشي الاغنياء؟ مشينا اكثر من هكا في العقوبات البديله بالنسبه لما يخص الكبار، قلنا اذا عوقب بجريمه اقل من سنتين يمكن مقابل ان يدخل السجن ان يؤدي ثمنها الى الدوله، ماشي يشري الايام ديالو، بين قلنا بين 100 و 2000 درهم اليوم يؤديها لفائده الدوله ولا يدخل السجن. قلنا شي درهم 100 درهم، يعني شحال في الشهر اخي اشرف؟ 3000 درهم في العام 36، عامين 72000 درهم، 7 المليون و40000 ريال وهو الغني خارج. دوز انت الحبسه البوفريه، الحبس ديالك وجه الحبس، ولكن غير بلاتي باش نمشيو نعطيو ولاد السيد حقه. انا فعلا هذه عامين وانا كنطالب بالعقوبات البديله، والمغرب محتاج العقوبات البديله، ولكن اللي ماشي هي اللي كنطالب انا، هذه سميتها عقوبات الفقراء، الحبس للفقراء، ولكن غادي نرجع معاكم للور باش نشرح لكم شنو هي العقوبات البديله، وكيفاش خاصها تكون، حيت حنا فعلا محتاجينها، ولكن ما نمشيوش للاتحاد الاوروبي والامريكا ونقلدوها في العقوبات البديله ونجيبوا اخر واحدث ما عندها، لا. غنبداو كيفاش بداو هما، يعني العقوبات البديله بالنسبه ليا واكثر وحده كنحتاجها هي مثلا نشوف العقوبات البديله اللي كاينه في النفقه الزوجيه، كنشدوا الشخص كنصيفطوه بشهر شهرين 3 شهور 3 شهور ديال الحبس، وكتشد الزوجه كتقول لها سيري قلبي على راسك فين تمشي تقلبي راسك دينا الحبس، وكدير هو الحبس تخسر عليه واحد 150 درهم تقريبا في النهار ولا شحال كتخسروا عليه، ما بين الطبيب الماكله ديالو الحراسه ديالو والضو ديالو كل شيء ديالو غيخرج على 150 درهم في النهار، بلاص ما تشدك الزوجه وتعطيه ليها وتفرض عليه يما هو شي التزام اللي يولي يقول انا كتسني الدوله ماشي الزوجه، مشي وغتقول لي شوف غتولي تخلص وتصيفط ديك الزوجه ودير لها واحد المنحه ديال واحد 3 شهور بما هو جاب خلص، لا كتصيفطو للحبس هو كل شهر ناشط والزوجه كتمشي تقلب على راسها. العقوبات البديله نبداو مع هاد الاشخاص هادو، نبداو بالدراري الصغار، يعني بلاص ما نصيفطهم لهذيك اعاده تاهيل، راه ما كايناش اعاده تاهيل في اداره السجون. مندوبيه العمل للسجون ولا المؤسسه راه ما ناجحينش، باش نكونوا واقعيين ما بقاش نضربوا الشمس بالغربان، والاحصائيات راه باينه، اكثر حاجه نمشيو للعوده السريعه، العوده السريعه في المغرب كارثه، يعني الناس اللي كيدخلوا السجن كيخرجوا كيرجعوا للسجن عندنا. ناس ما كيقراوش عندنا في السجن. وبلا ما نجهدوا التحقيق ونبدا نبحث في داكشي، يعني كاين العقوبات البديله، ما كاينش عقوبات البديله ما ناجحينش فيها، وانا متفق انها تكون عقوبات البديله، ومساله ديال انه الناس اللي كبارين في السن يديروا الاخر، انا كنشوف مثلا في مدينه مراكش مثلا، هو بيان سور غيكون على حسب القانون الجنائي باش مابقاش نزوقوا كلنا نعطيو حقه، مثلا اخي داك السيد اللي تحكم عامين بعد تدبيره 15 مليار في مراكش، 15 مليار تحكم في عامين، يعني 72000 درهم يخرج ولا 2000 درهم فاش جات هو تحكم 50000 درهم غرامه ماليه وعامين، من غتعطي انت العقوبات البديله بحال هاد الاشخاص غيوليو يستغلوا هاد الاشخاص هادو، يعني حددوا لينا. انا عارف التصريح ديالك جا عفوي هكذاك، وانا عارف ان عندك مشكل في لا كومونيكاسيون، ولكن شرحوا للمغاربه راه كتصدموا في المغاربه، راه ولاو كيعرفوا المغاربه دابا بالنسبه لهم السجن غير الفقراء صافي، كيف درتوا التعليم للاغنياء والشغل لاولادكم وحتى السجن هو جاي دابا السجن لينا والحريه ليكم، هادشي اللي بقى غير تسميو. انا كنتمنى العقوبات البديله تعاودوا فيها الراي وتخرجوا تقولوا للمغاربه وللامانه مزيانه العقوبات البديله محتاجينا. عمده مراكش فاطمه الزهراء المنصوري مشات فاكونس 10 ايام خلت النائب ديالها على الكرسي، رجعت لقات اختلس 15 مليار، يعني معدل مليار ونص مليار و500 مليون في اليوم اللي دا. والغريب في الامر يعني احسن من هذا هو انه تحكم سنتين سجن وغرامه ديال 50000 درهم، ما حكموش عليه غرامه حتى باختلاس ديال النهار، هو اختلس خدا سرق مليار و500 مليون في النهار، حكموا عليه ب 50000 درهم. لو كون انا تنظن هادشي علاش بغي يدوز الفيديو اللي درت لكم على وزير العدل مشروع قانون ديال السجن مقابل الاموال، يعني الانسان اللي تحكم قل من عامين ممكن يشري السجن ديالو كل نهار يشريه ما بين 100 درهم و 2000 درهم، يمكن بغي يديروا عليه بحال هادو. انا عرفت علاش بغي يديروا بحال هادو بداو يشريو الحبس. ما عليناش، غريب داكشي اللي تيطرى هاد الايام في المغرب، ماشي هاد الايام، هادي واحد المده، هادي واحد السنه ولا سنتين، غريب
وكاين واحد التزامن ديال واحد الحاجه طرات في المغرب مهمه بزاف، تزامنات مع هادشي اللي كثر في المغرب واللي تيوقع في المغرب. كاين واحد الحدث اخر تعجبت ليه، كان واحد خينا واحد في اسبانيا كان تيسب الملك وتيسب الدوله وتيسب المواطنين وتيسب مؤسسات الدوله وسب حموشي وسب المخابرات وسب الامن وسب الدوله كامله. شفت واحد الفيديو ديالو ان جابوه للمغرب، ماشي جابوه للمغرب، يعني كاين الناس اللي جابوه للمغرب وعطاوه الحمايه ووعدوا انه ما غاديش يتحاكم ما يتقدمش للقضاء والو، وداروا ليه الندوه الصحفيه ديال واحد 20 ديال الصحافه والمنابر وكذا، والله القسم الا استقبلوه بحال شي واحد راجع من المنفى، شي مقاوم كبير كان منفي في هذا الاستعمار كان منفي واستقبلوه وجع رجع من المنفى بحال رجوع المغفور لمحمد الخامس تماما، دايرين ليه المنابر والاعلام والصحافه والله حتى مشكله ما فهمتش اش واقع في المغرب. انا بغيت نفهم تنتخمم ديامات تنشوف الاحداث وشنو واقع في المغرب والتزامن ديالها مع واحد القضيه، ممكن من بعد ممكن في فيديو اخر نتكلم عليها. شي قضيه لوش كاينه شي حاجه لوش هاد الايام في المغرب. لالا فاطمه الزهراء المنصوري وزيرة السكنة والتعمير وعمدة مراكش، واو 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 واو، هذيك البلاد حنا مولفين فيها قوة الوظائف، كتلقى واحد شاد 60 وظيفة و600 جالسين ما عندهم ما يدار. قال لك سيدي مشات العطلة لمدة ديال 10 ايام خلات النائب ديالها ضرب 15 مليار. نعم يا سادة، ضرب 15 ديال المليار واش باش يحكموا عليه؟ عامين و50 الف درهم غرامة. فاش كنقولوا الزريبه كيبقى فيكم الحال. واحد المعلومه اخرى زادها السي اشرف، قال لك هاد فاطمه الزهراء المنصوري هي رئيسه الحكومه في 2025. ها احنا شو على بلادنا، احنا متقدمه بزاف، كنعرفوا مسكين رئيس الوزراء 3 سنين 4 سنين قبل، باش تعرفوا بلي راه ما كاين لا انتخابات لا صناديق لا حتى حاجه. كيف ما كلشي كان متوقع عزيزه خنوش انه يطلع وطلع، حتى دابا فاطمه الزهراء المنصوري هي رئيسه الحكومه المقبله. هيا فراسكم دابا، من دابا 2022 2023 هيا فراسكم، باش ما تقولوا ما قالها لكم حتى واحد. متنساوش تخليو لنا الاراء ديالكم اسفل الفيديو في التعليقات وتابوناو معنا في لاشين هكا باش توصلوا بكل جديد.